مرحبا بكم في هذه الحلقة اللي غادي نخصوها للرد على علي أعراس، عنصر داخل أخطر خلية إرهابية في تاريخ المغرب. كنا سبقنا تكلمنا عليه بالتفصيل، ولكن مؤخرا غادي نشوفه غادي يخرج في واحد الخرجة إعلامية، غادي يبدأ يدخل راسه في شي شبوقات اللي هما بعادين عليه، وغادي يبدأ يدير فيها حقوقي مناضل، وغادي يبدأ كيتضامن مع الصحفيين المعتقلين. وانا هنا بغيت غير نعرف امتى هاد الارهابيين كانوا كيهتموا بالمجال ديال حقوق الانسان وخصوصا الحق في الحياة. ياك هو نفس الشخص اللي تكلمنا عليه على انه دخل السلاح للمغرب وكان بغى يدير شي جرائم ارهابية اللي هي خطيرة جدا، وياك هو نفس الشخص اللي غادي نشوفوا بان اصحابه اللي كانوا معاه في هاد المنظمة الارهابية غادي يخرجوا وغادي يفرشوه وغادي يفرشوا المخططات ديالو. وهنا باش كيجينا الاخوة الكرام العجب اللي ناض ولا كيبغي يعطي الدروس للمغرب. هل انفصالي؟ هل ارهابي؟ ها واحد كاين في هونغ كونغ في الشينوا، ها واحد كاين في امريكا، وكلهم القاسم المشترك اللي كيجمع بيناتهم هو الكذوب والباطل والتدليس. وهنا الامر الخطير اللي غادي ننتقلوا له، علاش هاد اعراس او غيره دائما كيبقاو مركزين مع ديك الجهه اللي بغاو يدافعوا عليها وكيتناساو داك الطرف الثاني. هذاك الطرف الثاني في القضيه ديال اي محاكمه او قضيه راي عام كينساو كانه ما كاينش، وكيركزوا فقط مع الجهه اللي بغاو يدافعوا عليها. واش هذه حقره اولا هاد الناس هادو ما عارفينش، اولا فقط من اجل خلق البلبله يخلقوا البلبله والتضليل على الناس؟ وهنا لابد اننا ننوه بعض الجهات الصحفيه الحقوقيه اللي عندها واحد الوزن اللي هو كبير واللي خدات واحد الموقف اللي هو حكيم، وهو انها تبقى بعيده على فحال الخطابات الشعبويه وتخلي القضاء انه يدير خدمته وياخذ الكلمه ديالو الاخيره، يا اما لصالح هذه الجهه او الجهه اخرى. وفي هذا الاطار اللي كنتكلموا فيه، هذا علي اعراس ومن على شاكلته، يا ما فضحونا بالاستقواء بالمنظمات الحقوقيه، وشفنا مؤخرا بانه تفجرت فضيحه من العيار الثقيل داخل منظمه حقوقيه اللي هي امنيستي، واللي فضحتها اكبر الجرائد العالميه، واللي تبين بانها كتمارس الميز العنصري والمعامله المنحطه من طرف المسؤولين ضد العاملين داخل هذه المنظمه. يعني هي منظمه حقوقيه وفي اخر المطاف داخل هذه المنظمه هناك انتهاكات لحقوق الانسان. ثم مجموعه من هذه الابواق الدعائيه وخصوصا هذوك اللي كاينين في امريكان، ما شفنا حتى شي واحد فيهم ضمن مع منصف سلاوي. منصف سلاوي اللي كنا شفناه بانه تم اتهامه واحد القضيه ديال التحرش، ما غاديش يقدروا لان اللي حلف امه في امريكان وشكك في المساله ديال التحرش شكك فيها غادي ياكل العصا. ولكن جميلهم هاد الناس هادو جميلهم غير في المغرب. ايوا انا غادي نقول لكم، راه حتى المراه المغربيه خط احمر وراه ماشي حيت قصير. وللتذكير فقط بان العالم راه صفق المغرب بعد ما قام بالاقرار بمدونه الاسره في صيغتها الجديده واللي اعطى فيها للمراه المغربيه حظوه خاصه جدا. اذا ولهذا نقول، اي ارهابي او انفصالي او فهيمي أو بياع شري حقوق الإنسان، لا مكان لكم في مغرب الحرية والاستقرار والأمن والأمان. المغاربة في آخر المطاف قادرين يحلوا مشاكلهم بيناتهم بلا جميل شي حد ولا تحت ضغط من شي حد، وكما كنقولوا حنايا المغاربة راه ما كيحكلك جلدك غير ضفرك. ولا عزاء مرة أخرى للحاقدين والناقمين وخفافيش الظلام، والسلام عليكم ورحمة الله.